كاين شغل الكره مع ليلى منجيب. ورجعنا معكم مستمعينا الكرام ودائما في الاستماع وتواصل على راديو مارس ودائما مع الرياضات الفردية والجماعية بعيدا عن كرة القدم. نستقبلوا الضيف ديالنا سي حسن فكاك. سي حسن مرحبا بك معنا. شكرا. أهلا وسهلا ليلى. أهلا وسهلا. عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك. عواشر لجميع المستمعين ديال راديو مارس وجميع المغاربة. سنة سعيدة لأننا ما غنشوفوكش قبل من فعلا من الموسم أو للسنة المقبلة إن شاء الله. ونتمنى نتلاقاو عاوتاني السنة القادمة إن شاء الله. الأكيد بأننا غنتلاقاو لأن دائما كنقولها فالجامعة ديال الكراتي من بين الجامعات النشيطة والجامعات اللي كيحققوا نتائج إيجابية واللي كنفتخروا بها وخير دليل على ذلك الحضور الوزين ديال الأسماء المغربية في بطولة العالم والتتويج ديال أشرف أوشن بالميدالية الذهبية وليد صغير باقي ما كملش 20 عام وشامبيون دو موند. فأنا فرحت بزاف الصراحة. هذا كيدل على العمل ديال الجامعة وماشي ما يعني ما كان كدبش ما كان نفقش ما كان زوقش الهضرة. فهذا الواقع كنشوفوه كنقولوه. فعلا بارك الله فيك ليلى. فعلا ميدالية ذهبية في بطولة العالم. ميداليات جوج ميداليات فضيين السكوري ياسين والخولة أحمد كذلك وثلاثة ديال السانكيام بلاس الأمينة الزياني لسنة عميروش الآية الناصري. الوليدات داروا أن باركور في هذه بطولة العالم تبارك الله كيشرف المغرب بزاف وكيشرف رياضة المغرب. المغرب احتل الرتبة السادسة على 91 دولة اللي مشاركة 1500 أطليت اللي مشاركة. شرف كبير الرياضة المغربية وكنتمنى ونبقاو غاديين في هذا الطريق إن شاء الله. بطبيعة الحال يعني سي حسن مني كنهضروا على شامبيون دو موند وهي اللي افتتحنا بها لان في حلقتنا غنحاولوا باننا نديروا خلاصه لهذا الموسم الرياضي اللي كان بطبيعة الحال موسم ناجح بالنسبه لكم واللي كيفرض عليكم بان الموسم المقبل يكون موسم عمل اكثر من هذا الموسم. بديت بالشامبيون دو موند لان حلم اي لاعب او لاعبه يلعبوا الشامبيون دو موند كيكونوا مدارس عالميه ستكون يعني واحد ستريس يعني ماشي بحال اي ستريس. بالنسبه للكاراتيه ماشي رياضه اولمبيه فالسقف ديال حلم اي لاعب هو يلعب الشامبيون دو موند فعلا بطوله العالم. وخبر زوين ان الكاراتي تقبل في لائحه الالعاب اللي غادي تدخل الالعاب الاولمبيه. نعم. في طوكيو وكنتمنى بانها غادي تتاكد في شهر 10 ديال 2016 اللي غادي يكون التصويت في البرازيل. نعم. الى تاكد الكاراتي غيكون لعبه اولمبيه في 2020 وان شاء الله المغرب اللي كيستعد من مده سنوات هاد السنوات الاخيره المغرب غادي كيهيئ غادي كيعمل غادي كيحاول ينظم احسن واحسن رياضه الكاراتي في البلاد وخارج البلاد. فكنتمنوا ان المغرب يكون عنده حظوظ في رياضه الكاراتي في الالعاب الاولمبيه. بطبيعه الحال يعني ملي كنهضروا على شامبيون دو موند الاغلبيه ديال يعني الناس اللي عزيز عليهم انتقاد من اجل انتقاد يقول لك واه رياضه عاديه ماشي رياضه اولمبيه راه اي واحد ممكن يمشي يدير ميداليه وهذه. لكن ملي كنهضروا على الالعاب بطوله العالم وتفرجنا في هذه البطوله كيفاش تلعبات شكون المدارس اللي كانوا في هذه البطوله والمغرب يمشي ويتكلاسا سيزيام اسمح لي فهذا دليل على عمل كبير. ماشي نقولوا وصافي راه الشامبيون دا غاب شنو فيها ولا الشامبيون دافريك شنو فيها. لا شامبيون دو موند تمكننا من اننا نفرضوا نفسنا في الالعاب العالميه. وهي في الحقيقه رياضه الكاراتي على المستوى العالمي هي رياضه اللي كيمارسها واحد العدد كبير ديال الابطال. في الجامعه الدوليه ديال الكاراتي كتعد حاليا عشرات المليون ديال المنخرطين 10 مليون d'adhérents à la Fédération mondiale de karaté. في اي بطوله مثلا في بطولات العالم ولا في بطولات اوروبا ولا في وبالاخص بطولات اوروبا ما كتكونش قل من 90 دوله اللي مشاركه. وكاين دول اللي كيشاركوا بواحد العدد كبير ديال اللاعبين. مثلا في هذه البطوله اللي شاركنا فيها كانت مثلا نعطيك كمثال فرنسا مشاركه ب 36 لاعب. المغرب مشارك ب 16 لاعب. مصر مشاركه ب 36 ولا 37 لاعب. المغرب مشارك ب 16 لاعب. يعني دول كثيره ولعبه الكاراتي في التحكيم ديالها كتبقى لعبه صعيبه ماشي مثلا بحال الاتليتيزم اللي عندك لو كرونومتر هو اللي كيحدد يعني الانسان اللي كيبدا يجري لو كرونومتر. اما في رياضه الكاراتي كاين الحكام يعني كيف ما كنقولوا لوما هو اللي كيحكم ولوما نو بو با ايتر ما يمكنش يكون اوبجيكتيف 100% باسكو سو ني با اون ماشين. اذا صعيب بزاف يعني العمل خاصو يدار بواحد المجهودات
وتقام بواحد المجهودات كثيره باش نوجدوا البطل، نوجدوا على المستوى التقني، نوجدوا على المستوى يعني الاستراتيجي، نوجدوه او نيفو فيزيك، نوجدوه او نيفو مونتال، وعاد باش خصنا نوجدوه على مستوى التحكيم باش يدخل حتى التحكيم حتى هو كيدخلو في اللعب ديالو. فبالنسبه للنتيجه اللي قام بها المغرب واللي قاموا بها الوليدات، نتيجه اللي كتشرف بصراحه، كتشرف الكاراتي المغربي، وكنقول ميم كتشرف المغرب، الرياضه المغربيه، لان في يعني الاجواء الحاليه سي تريز امبورطون، مهم بزاف باش ندافعوا على بلادنا ونبينوا الصوره يعني رياضيه، صوره ديناميك ديال البلد ديالنا. وبيان سور الفضل كيرجع لبزاف بزاف ديال الناس اللي كيخدموا في الخفاء، ومن اولهم الاباء، الاباء اللي كيرافقوا الوليدات، اللي كيضحيوا معاهم، اللي كيمشيو معاهم، الاساتذه ديالهم اللي كيسهروا عليهم في الانديه، لي بريزيدون دو ليغ اللي كيقوموا يعني بدون فاصون بينيفول في هذا العمل، وبيان سور الجامعه اللي كتعطيهم الامكانيات، اللي كتوفر لهم الامكانيات ديال باش يدوزوا من هذا المستوى الوطني للمستوى الدولي. نعم قليل اللي كيهسر في بحالك، لان ملي كيكون شي انجاز تيقول لك حنا خدمنا وحنا، لا يعني ما كاينش لي بارون والاساتذه ديال الانديه ولي ليغ. لا تبارك الله، حنا خدامين الكاراتي عائله وحده، عائله وحده خدامين في ليد في ليد، وممكن ميم نحسنوا هذا الشيء، ممكن نحسنوا الميداليات، لان تبارك الله عندنا في المغرب عندنا الطاقه الاولى لا ماتيير بروميير، عندنا بزاف لا جوناس، وهاد لا جوناس تبارك الله هاد الشبان عندهم مؤهلات، عندهم امكانيات. اللي ناقصنا واللي خصنا اللي خصنا نحسنوه، ولكن ماشي بيدينا احنا الجامعات ولا الانديه، بيدين مثلا وزاره الشبيبه والرياضه، بيدين الدوله، وهي في المغرب ما عندناش مثلا امكانيه الابطال باش يطريدوا ويقراوا الدري، اما واحد الوقت كيوصل لان لا ليلى دويتي على مثلا الكاراتي، الكاراتي باش يوصل الدري لهذا المستوى، واخا الكاراتي ماشي اولمبيك، لان الاولمبيات كتكون غير مره في 4 سنين. نعم. باش يوصل لهذا المستوى خاصو يتريني ساعتين في النهار ولا 4 سوايع في النهار، لان الاخرين في دول اخرين كيترينيو هذا العدد. ما يمكنش توصل لهذا المستوى الا كنتي كتريني نهار الحد على خاطرك. يعني كتريني كيف ما كنقولوا اهو نيفو، كترد البال الماكله ديالك اهو نيفو، كترد البال النعاس ديالك، كترد البال بزاف ديال الحوايج، لانك تكون اتليت دو هو نيفو. ولكن مع الاسف هنايا ما عندناش لا ستريكتور ديال لي زاتليت دو نيفو. مثلا الوليد باش يتريني او نيفو ويقرا صعيب عندنا في المغرب، اما واحد الوقت خصو يديها في قرايته ولا يديها في الرياضه ديالو، ما عندوش امكانيه ديال باش يدير بجوج. بزاف ديال الدول ناخذ غير مصر مثلا، عندهم هذه الامكانيات، النظام ديال الدراسه ما كيسمحش بان الولد يتريني 4 سوايع، لان بعض المرات كيخرج حتى لستة العشيه، شنو بقى له؟ ما يمكنش، ما يمكن. كاينه لا ليلى مثلا، كاين اساتذه اللي نعطيك مثال ديال مثلا خوله احمد، دارت في شامبيون دو موند، في شامبيون دو موند، كون يعني تحضروا ليها يعني واحد الحماس، الحمك كيشوك كيف ما كنقولوا. في الدور الاول، في الدور الاول ربحات، في الدور الاول ربحات التركيا، تركيا شامبيون دي موند، ملي دخلت معها خوله احمد، يعني كنت تكوني حاضره كيفاش كانت عندها واحد الروح القتال، وكيفاش دافعت على راسها باش تربح هذاك لو ماتش، سي تبارك الله عليها اكسبسيونيل. وهذا دور بدور حتى الايرانيه الفرنسيه بدور بدور حتى وصلت لا فينال، ويعني السفير ديال المغرب لومباسادور ديال المغرب جا حضر لا فينال ديالها، ولا فينال ديالها كان فيها تراوج مع المصريه، وملي جات بالاستاذ ديالها ولا المدير ديال المقررات كان غيدوزها في مجلس تاديبي لانها كانت مغيبه، وقال لها هذيك لاتيستاسيون ديالك. اي وي اي وي اي وي، في شامبيون دي موند، هزات لك رايه المغرب قدام العالم كله، بغاو يدوزوها في المجلس التاديبي. اي وي لا ليلى، ليلى وي، علاش؟ لانها كانت مغيبه، وهي الدريم اللي غيبات عطاتهم اتيستاسيون. كيكون فوالا، كيكون واحد اتيستاسيون كتصيفط من بكري من وزاره الشباب والرياضه، كتصيفط للاكاديمي ديال كاين بزاف ديال الاساتذه وبزاف ديال المسؤولين ديال المؤسسات اللي كيقبلوها وكيحترموها وكيساعدوا الوليدات، والله يجازيهم بخير. وكاين بعض الاساتذه اللي كيبغيو يديروا ان بو دو زيل، ما كيبغيوش يعترفوا بها، كيقول لها هذاك، قال لها الاستاذ، قال لها هذاك الشيء ديالك خاص بك، القرايه حاجه اخرى. اذا وهذه الا قلت لكم فين كتقرا غادي تعجبوا، كتقرا في لانسيتي مولاي رشيد ديال الرياضه وديال التربيه. فوالا، دونك فا كومبخوند، فا كومبخوند اش تفهم من هذا الشيء. كاين مثلا في بعض الدول، ماشي بشرط تكون دول اللي عندها الامكانيات، كاين بعض الدول الدري اللي كيكون في هذا البروغرام، كيكون في هذا البروغرام ديال لو نيفو، كيقرا في الصباح وكيتريني في العشيه.
هادشي اللي عند مصر، هادشي اللي عند تونس، هادشي اللي عند بزاف ديال البلدان اللي ناجحين في الميدان الرياضي، كتلقى الصباح قرايه وفي العشيه رياضه. فعلا بزاف ديال الدول. وهذا هي السيستم اللي كدائما كناديو باش يطبق دراسه ورياضه، لان غتساهم في بزاف ديال الوليدات كتلقاهم ناجحين في الرياضه، لكن في التعليم كتلقاهم خرجوا في الابتدائي ولا ما قاريش كاع ولا ما يمكنش. تسولج يقول لك انا الا بغيت ننجح هنا خصني نضحي بهنا، اولا كتلقى اتليت كبير ولكن كيعرف بان الرياضه راه عندها واحد يعني وقيته وصافي غتسالي وما غيبقاش عندك مستقبل، ما غيبقى عندك والو، الوغ ما يمكنش انا نضحي بقرايتي ونمشي الرياضه فعلا قرايتي. فهنا كيضيعوا بزاف ديال المواهب. ودابا انت تقول لي على خوله مشات ومثلات البلاد احسن تمثيل وتجي تدوز في المجلس التاديبي، والديها غدا يقولوا لا 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 ما عندنا ما نديروا بالرياضه. بيان سور الاب ديالها مسكين كيعيط ما عارف شنو واقع البنت، قال لي ودي بنتي غدوز في المجلس التاديبي سي دوماج. كاين مثلا اشرف اوشن شامبيون دو موند بطل العالم، سي با فاسيل، يعني خصنا نعرفوا بان سي لو دوزيام تيتر ديال المغرب في بطولات العالم في التاريخ ديال الكاراتيه المغرب الكاراتيه البلاد كله، ثاني تيتر اونيفو ديال هاد لا فيدراسيون مونديال اللي كتجمع كل شيء لي ستيل. فاشرف اوشن هاد العام دخل للكليه بروميير اني ديال ليتيراتور انجليز، غادي يوصل واحد الوقت ما يمكنش ليه يبقى متبع القرايه ديالو على مستوى عالي والرياضه على مستوى اصلا عالي. برافو ليه، لانه وصل لافاك. كاينين واحد اخرى راه ما كيقدروش يوصلوا تماك. بيناتنا حنا في الجامعه ديال الكاراتي كنديروا هذا الشيء، ملي كيجيو الدراري في تربوس مثلا في كونسونطراسيون كيكون معهم استاذ باش يساعدهم على الدروس الاضافيه ديالهم، وديما كنقولوا لهم عندكم جوج ديال الاهداف، جوج الاهداف القرايه ديالك والرياضه ديالك، وإلا بغيتي توصل خاصك بزاف ديال الخدمه يعني بتنظيم كنعطيهم لا ميثود باش يخدموا، ولكن الخدمه اونكور الخدمه اي اونكور الخدمه. فوالا دائما كيبقى نفس المشكل كيتكرر وكيعاود يتكرر، وهو ديال الدراسه والرياضه. والصراحه الوقت ديال الدراسه ما كيسمحش نهائيا بان الدري يتمرن، كما قلت لك كيخرجوا مع الخمسه العشيه ولا سته العشيه كيجيو عندهم لي دوفوار ديالهم، خصهم يصوبوا لي دوفوار ديالهم. اصلا النهار كقاري الصباح وقاري في العشيه وترونسبور وفاش غادي وفاش جاي، ما كيبقاش عندك الكانه يلا دخل تصوب لي دوفوار ديالك وتنعس، فين يبقى لك باش تجي الصاك ديالك وتمشي لونترينمون. ممكن ندير واحد الطلب، نطلبوا من الحكومه، من وزاره الشباب والرياضه، من وزاره التربيه الوطنيه، باش الا بغاو ميداليات في الرياضات بزاف، لان كاين بزاف ديال الجامعات بزاف ديال الرياضات في المغرب اللي تعطي، انهم يشوفوا المنصب ديال الاتليت باش يقرا ويتكون، ولا باش يقرا ويطريد، ولا فعلا باش يطريد ويتكون، حتى التكوين ممكن يساعد نعم بزاف الدري يجي يقرا يجي يتكون في صباح الواحد المهنه وفي العشيه راه عنده شي حاجه، ماشي اوبليجي يدير الرياضه، مي كتبقى عنده ديك العشيه ليبر يمشي يخدم فيها، يعاون راسو يعاون والديه، يمشي يدير الرياضه، يمشي كما قلتي يدير تكوين. وحتى في العمل ليلى، حتى في العمل كاين شركات في بزاف ديال الدول اللي كيعطيو منصب لواحد لاتليت دو نيفو، لان كيهز حتى من الصوره ومن القيمه ديال الشركه كيخدم، وملي كيكون عنده مثلا تربوس ولا معسكر وهذه كيعطيوه الوقت باش يمشي يديرو، وملي كتكون عنده مثلا لقاء دولي كيعطيوه الوقت باش يمشي يديرو، وكتكون الخلصه ديالو اللي كتحميه واللي كتخليه يكون مستقبل عملي ديالو. اذا الا وصلنا لهذه القضيه من ضمن الامكانيات اللي خصنا نجيبوا للابطال ديالنا، ان اكيد بان المغرب عنده بزاف الميداليات بزاف ديال الرياضات. المهم انا كنضم صوتي لصوتك وتهان نقولها للعباد الله كاملين. باش نذكروا سي حسن، ملي هضرنا على الوليدات يخدموا ويديروا شي حاجه ما كنهضروش على الوليدات الصغار. لا بيان سور الوليدات الصغار خصهم يقراو ويديروا الرياضه ماشي الوليدات الكبار مثلا. لا كندوي على الكبار، لان كاين لي سينيور. لا حنا كنهضروا على لي سينيور. كاين لي سينيور، كاين بزاف ديال الدول مثلا كيدخلوا كيدخلوا الابطال ديالها. نعطيك مثال ديال ايطاليا، الاكثريه ديال الابطال ديال ايطاليا في رياضه الكاراتي كلهم كنلقاهم كنسميهم دي كارابينيي، ستادير دي جوندارم ولا دي بوليسي، كيخدموا اميتون ميتون خدام وكيتريني فيه وكيتريني فيه. ما قصدناش الولادات الصغار يمشيو يخدموا ولا لان ملي كنهضروا على الرياضه فكنهضروا على جميع الفئات العمريه، جميع الفئات من المينيم حتى للسينيور. بطبيعه الحال ان سينيور ما غيمشيش يقرا، راه دابا خصو يمشي بخلاصه يخدم. بخلاصه خاصنا ثلاثه ديال الحوايج، الدري خصو يقرا ويتريد المستوى العالي يكون عنده الامكانيات باش يديرها، خاصو يقرا ويتكون يعني التكوين المهني يدير شي مهنه، ولا خاصو يخدم ويتريد.
نعم. لي تخوا شوز الا وفرناهم غادي يكون عندنا ميداليات وغادي الرياضه المغربيه تزيد القدام. بطبيعه الحال عندنا مجموعه ديال المحطات سي حسن خلال هذا الموسم الرياضي نهضروا عليهم، العمل ديال الجامعه الملكيه المغربيه شنو كديروا، كذلك بالنسبه للسونتر شنو هي الاضافه اللي غيضيفها الكاراتي، والكاس محمد السادس الدوليه قلتي لي بان غتكون فيها اضافه اللي كتشرف بالنسبه للجامعه على المستوى الوطني. نعم. حاليا الجامعه 36 ألف منخرط، تقريبا 900 نادي او جمعيه منخرطه. الجامعه غادي نبقاو غاديين بهذا الريتم اللي غاديين به، يعني تكوين ديال المنخرطين ديالنا. المنخرطين كاين 36 ألف، ولكن يعني اللي كيمارسوا رياضه الكاراتي على حسب الدراسات اللي قمنا بها كاين بين 200 ألف و 250 ألف، هذه غير في رياضه الكاراتي. فاذا من الاشغال ديال الجامعه انها تبقى تكون المنخرطين ديالها لي زاديغون ديالها، تربوسات، تمارين، لي ستاج مع لي زيكسبير، تنظيم ديال البطولات الوطنيه والتظاهرات الوطنيه، التكوين ديال الحكام وديال كما كنسميهم لي كوتش، وكذلك امتحانات الاحزمه لي باساج دو غراد، هذا اللي كتسهر عليه الجامعه باش تساعد العمل ديالها. دارت لو سونتر ناسيونال دو كاراتي، المركز الوطني للكاراتي اللي فيه امكانيات المبيت، اللي فيه امكانيات الاكل، اللي فيه يعني قاعات للرياضه، قاعات للتكوين. واش غادي نديروا فيه؟ غادي نديروا فيه التكوين ديال الاساتذه، باش الاستاذ اللي كي مثلا كيمارس المهنه ديالو كاستاذ ديال الكاراتي وعنده وكيمارسها غير من خلال التجربه ديالو ومن خلال اشنو هو تعلم، خصنا نعطيوه دوطخ زوتي، خصنا نكونوه مثلا في لابيداغوجي، نكونوه في لابيداغوجي للوليدات الكبار اللي سنهم اللي السن ديالهم كبير، نكونوه في لافيزيولوجي، نكونوه في لاناتومي، نكونوه في لا ليجيسلاسيون، في لا كومونيكاسيون، كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي تحسن من المستوى ديال الاستاذ، وهذا غادي تبدا فيه الجامعه ان شاء الله قريبا ملي تفتح لو سونتر، لان مع الاسف هذا ملاحظه اللي كنلاحظها في المغرب ما عندناش شي تكوين ديال الاساتذه في كل شي الرياضات. نعم. كاين بعض الجامعات اللي كيديروا داكشي اون انترن، مي ما كافيش، يعني واحد اللي كيكون استاذ ديال الايروبيك كنلقاو عنده، ولا ديال الكاراتي حاليا ماشي غير كنلقاو عنده تكوين ولا ديزاتيستاسيون تكنيك، يعني دار واحد لو ستاج ولا واحد التمرين ولا التجربه ديالو. وكاينين بعض الانديه باش على باش ما يخلصوش بزاف ديال الفلوس ما كيبغيوش يمشيو يشوفوا شي مدرب اللي عنده يعني كفاءه، شي واحد كيفهم شي شويه تيقول لي اجي شد لي الوليدات. فعلا، ولكن ما كاينش الكفاءه، ما كاينش قليل اللي داير تكوين، حتى ما عندناش التكوين، ما عندناش يعني ما كاينش مؤسسات اللي كدير التكوين لهاد الاساتذه. ما كاينش مؤسسات، يعني حنا مثلا في رياضه الكاراتي غادي نديروا لو ديبلوم دانستركتور فيدرال، ما غاديش نعلموا السيد غير لا تكنيك، لا تكنيك راه عنده مثلا كتلقى عنده 20 عام ولا 30 عام ديال التجربه راه كيدير لا تكنيك، ولكن كيف ما قلت قبل تو سكي بيداغوجيك، تو سكي فيزيولوجيك، تو سكي اناتومي، تو سكي ليجيسلاسيون، تو سكي كومونيكاسيون ما كاينش، فين غادي يديرها؟ اذا هنايا غادي نديروا اتفاقيه، وكنتمنى باش تنجح هذه الاتفاقيه مع لانستيتي مولاي رشيد، مع وزاره الشباب والرياضه، مع الجامعه الكاراتي، باش نعطيو يعني الاساتذه تكوين في المستوى اللي كيساعدهم باش يدرسوا ببساطه وبجديه، وفي نفس الوقت كترفع المستوى ديال الممارسين. هذا المشروع ديال التكوين غادي نبداو مع لو سونتر، مع الافتتاح ديال السونتر ان شاء الله. نعم، جبتي السونتر، فالاكيد بان هناك تجربات ناجحه ديال مجموعه من مراكز التكوين في بعض الرياضات واللي عطاو الاكل ديالهم. فشنو هو الهدف من خلق هذا المركز؟ ذكرتي لي على بعض الاهداف، وكذلك السياسه ديالكم من خلال هذا المركز اللي غيكون خاص بلاعبي الكاراتي. هذا المركز اولا غادي يحتضن التكوين، ثانيا غيحتضن بالنسبه لنا الابطال ديال الفريق الوطني ملي كيديروا تربوسات، ملي كيديروا تهيئات، ولا كان عندنا ابطال اللي كيجيو من بعيد باش نكونوهم، غادي ممكن يكونوا ساكنين في لو سونتر باش يستافدوا من الدراسه ديالهم، ويستافدوا كذلك من تدريب اليومي دو هو نيفو. والمركز غيكون مفتوح لجميع الرياضات المغربيه اللي كيبغيو يجيو يديروا تربوسات، ولا يجيو يديروا يعني استعدادات، ولا يجيو يديروا تكوين، مرحبا بهم.
لان سي ان سونتر كي دوتي دان اوتيل كي دوتي دان ريستوران دون غراند سال دو سبور دون بيسين دي سال دو فورماسيون اذا هاد لي زوتي ولا هاد لي مويان بيان سور غادي تستافد منهم رياضه الكاراتيه والاساليب المشتركه ولكن يعني دون زين ديمارش سيتويان اي ناسيونال كيبقى مفتوح لجميع الرياضات اللي بغات تستافد مرحبا بها وهاد لو سونتر غادي نديرو منه واحد لا ديمونسيون افريكان لان او نيفو د لافريك لي زوتر بي افريكان قليل الدول اللي فيهم دي فورماسيون كيف ما ذكرت لكم اذا بزاف ديال الجامعات الافريقيه كتطلب من الجامعه المغربيه باش تنظم ليهم تكوين خاص دي بروموسيون خاصين كنسميوها دي بروموسيون افريكان مثلا في العود ما يبقاو يجيو كل شهر غنديروا ليهم 3 سمان ولا 4 سمان مجموعه دو فورماسيون كيجي الواحد من اي دوله من افريقيا كيتكون في هذاك الشهر وكيمشي بالدبلوم ديالو اذا كتعود لو سونتر كيعود اون بلاتفورم دو فورماسيون افريكان اي ميم كاينه واحد لا ديمونسيون انترناسيونال كاينين دول اخرى مثلا دول اوروبيه اللي كيبغيو يديروا تربصات اذا ممكن يجيو يديروا التربصات عندنا في المغرب لان كاين لو كليما كاين لي كو كي سون موان سيلفي كاين لا بروكسيميتي جيوغرافيك وكاين حتى دابا المغرب ولات عنده السمعه ديال الابطال ديالو على المستوى العالمي وكاين دول اللي كيبغيو يجيو يحتكوا معاهم دونك لو سونتر غادي يكون عنده اون ديمونسيون ناسيونال افريكان اي انترناسيونال اي سا سي ان بوين تري امبورطون بور لو ماروك اي بور لو سبور ماروكان نمشيو لكأس محمد السادس الدولية وللأكيد عام على عام كتكونوا مطالبين بأنكم تنجحوا على الصعيد التقني وكذلك تنجحوا على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد الإداري فشنو الجديد خلال هذا الموسم الرياضي لهذا الكأس بالأكيد بعد الظهور ديالكم المتميز في البطولة العالم فكان طالبوا كذلك يكون ظهور جد متميز في هذا الكأس قبل ما ندوي على كأس محمد السادس كنشكر راديو مارس فريمون كنشكركم بزاف وكنشكر جميع الإعلام لأن ساعدتونا بزاف وخدمنا مع بعضياتنا نعم. وأي سنة كتجي فيها كأس الدولية ديال محمد السادس كنطلاقة وكندوي عليها ضروري هذا خصو يكون عمل متكامل ما بين الإعلام ما بين المسؤولين ما بين الرياضيين باش نهضوا بالرياضة الوطنية ودا دائما كيكون الخطاب ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس ديال الصخيراس توجه ديال اي واحد باغي ينهض بالرياضة الوطنية فعلا فاذا كاين متفق معاك الاعلام يعني خدمنا مع بعضياتنا وكنتمنى بان الناس اللي مسؤولين على كديك الشؤون الماليه تا هما يعرفوا بان كاين رياضات بزاف ما كاينش غير رياضه ولا وحده باش يعطيهم امكانيات ويهزوا بالرياضه المغربيه ويهزوا حتى يعني بالصوره ما كاينش غير الكره فعلا ما كاينش غير الكره كما كنقولوا فوالا واخا كنبغيو الكره كرياضه مي على مستوى الامكانيات بعض المرات كنشوف واحد الفرق كبير بين يعني الامكانيات الماديه اللي كتعطى الكره والامكانيات اللي كتعطى الرياضات الاخرى وكاينين تقريبا 50 كاينين بعض الانديه اللي هما عاديه في كره القدم كيتسيروا بميزانيه ديال الجامعه فعلا فوالا دونك هذا سي ان اوتر سوجي ولكن باش نرجعوا للكاس الكاس الدوليه ديال محمد السادس على الاعلام سي حسن ما تفوتنيش الفرصه باش نقول بان حتى نتوما كجامعه ومجموعه من الجامعات كيكون تواصل يعني اشاك فوا ملي كتكون عندكم شي حاجه تهزوا التليفون تتعيطوا تقول لنا فوالا راه عندنا وهذه عندنا في هذه الوقيته الفلان فلانيه يعني حتى حنا كنعرفوا الصحفي كيبقى انسان يقدر يعرف بعض الاخبار وميمكنش يعرف الاخبار كاملين فعلاً. يعني بعض المرات كتلقى شي واحد مقلق وتيقول لك وحنا دوزنا هاد ليفيلمون وما ما غطيتوش لينا نتوما حنا ما يمكنش نعرفوا كاع لي زيفيلمون الا ما كانش تواصل يعني ملي كتكون الكاس ديال محمد السادس الدوليه كيكون واحد التواصل كبير يعني لي ديتاي الصغار كيكونوا في اخبار الاعلاميين كاملين بفضل هاد التواصل بفضل الاعلام يعني وبفضل يعني التنظيم اللي كتقوم به الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي وبصراحه بفضل الناس اللي كيخدموا في الكوائد كاينين بزاف اللي باش تعطى صوره تقنيه كيف ما قلتي ديال البطوله وكذلك صوره كيف ما كنقولوا او نيفو ديال لي ستاندار انترناسيونال على مستوى التنظيم فبزاف ديال الدول بداو كيشاركوا كل عام الحمد لله كيطلعوا العدد ديال الدول هذا العام الجامعه الدوليه ديال الكاراتي اقترحت ودار اتفاقيه معها باش يكون كاس الدولية ديال محمد السادس داخلة تحت لواء الجامعة
الدوليه للكاراتي وتدخل في واحد البروغرام مونديال واحد المقرر دولي كيتسمى بروميير ليغ، يعني الابطال اللي كيشاركوا في كاس الدوليه ديال محمد السادس هذا العام ابتداء من 2016 غادي يكون عندهم يكونوا داخلين في الترتيب الدولي ديال الجامعه الدوليه للكاراتي. سي تري امبورطون بالنسبه للكاراتي المغربي، يعني كتعطيك واحد القيمه لان كاينين 10 في العالم كله اللي عندهم هذه الاتفاقيه، 10 ديال الدول في لو موند كامل اللي عندهم هذه الاتفاقيه من بينهم المغرب. اولا لان المستوى ديال الكاراتي المغربي طلع ولا مستوى دولي، وثانيا لان بدون مجامله المغرب في التنظيم ولا بارمي لي ميور باي اورغانيزاتور داير est tellement parmi les meilleurs pays organisateurs que d'abord qu'il y a beaucoup les instances internationales qui s'arrachent le Maghreb pour organiser تظاهرات دوليه. فاذا بالنسبه للكاس الدولي ديال محمد السادس غادي تكون تحت لواء لا بروميير ليغ من لو 20 حتى لو 22 ماي 2016 ان شاء الله، وغادي نديروها في الرباط ونتمنوا باش يكون الجمهور كبير حاضر معنا باش يشجع الوليدات ديال المغرب اللي غادي يشاركوا فيها. بطبيعة الحال فالجمهور خصو يحضر باش يشجع الابطال لان كيظهروا بمظهر جد متميز وكيكون لقب مغربي، كنتمناو هذا العام كذلك يكون لقب مغربي. الاكيد بان الترتيبات بداوا من العام اللي فات لهذه الدوره ديال هذا الموسم الرياضي. فعلا بالنسبه للكاراتي المغربي ما عندوش نقدر نقول ما كاينش الراحه، فعلا ما كاينش الراحه لان كاين بزاف ديال لي كاتيجوري، ملي كنساليو مع ان كاتيجوري كتبدا ان كاتيجوري اخرى. دابا في هذا الشهر واحد ديال 2016 ان شاء الله السنه القادمه غادي نديروا ان سيليكسيون الابطال ديال السينيور، باش هاد لا سيليكسيون غتعطينا واحد العدد ديال الابطال اللي غادي يبداو يشاركوا في التظاهرات الدوليه ونوجدهم البطولة العالم ديال 2016 اللي غتكون في شهر 11/2016 في لوتريش. دونك من دابا كنبداو لي سيليكسيون اللقاءات الدولية والتربصات باش نوصلوا لشهر 11/2016 البطولة العالم ويكونوا الوليدات موجودين. هذا العام غتكون الفئة ديال السينيور هي اللي كتشارك لأن الشامبيون دي موند 2016 كونسيرن لي سينيور. نعم جبتي 2016 فنهضروا على اهم المحطات اللي غيطبعوا هذا الموسم الرياضي اللي حنا مقبلين عليه ان شاء الله. فالاكيد بانكم جلستوا ودرتوا واحد البروغرام، عندكم واحد الاجندة اللي رسمتوا فيها خارطه الطريق للموسم الرياضي 2016. بيان سور كاين تربصات، غادي نبداو 2016 شهر واحد غنبداو في المفتوح الدوري ديال باريس كنسميو لوبان دو باري اللي غيكون في اخر شهر واحد، من بعده في شهر جوج غادي يكون المفتوح الدولي ديال شرم الشيخ، في شهر ثلاثة غادي يكون المفتوح الدولي ديال هولندا، شهر أربعة غادي نبقاو في المغرب، شهر خمسة غادي يكون كأس الدولي ديال محمد السادس اللي داخلة حتى هي في المفتوح الدولي والكلاسمون مونديال ديال لا دبليو كي اف اللي غيكون عندنا في المغرب، في شهر 6 غادي يكون رمضان غادي نرتاحوا نخليو الوليدات يرتاحوا، في شهر 7 غادي نعاود ثاني نبداو الخدمه لان في شهر 8 غتكون بطوله العالم ديال الجامعات الشامبيونا دي موند يونيفرسيتير، وهذا العام عندنا وليدات في الجامعه منهم اشرف ومنهم وليدات اخرين اللي تا هما في اليونيفرسيتي اللي غادي يمشيو ان شاء الله يشاركوا فيها، غادي تكون في البرتغال. في شهر 9 غادي تكون المفتوح الدولي ديال المانيا، وشهر 10 او شهر 11 باقي التاريخ ما مضبوطش غادي تكون بطوله العالم اللي غتكون في لوتريش. فاذا هذا هو البروغرام ديال لي تورنوا واللقاءات الدوليه اللي عندنا اللي خصنا نوجدوا ليها. باراليلمون مع هاد اللقاءات عندنا لي كونسونطراسيون تربوسات باش نوجدوا هاد الوليدات، كنوجدوهم على المستوى التقني وعلى المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى العقلي، يعني لا بريباراسيون مونتال دي زونترينور la préparation physique des entraîneurs ou des coachs la préparation technique ou des spécialistes de la préparation mentale هاد ليكيب كلها دايره بهم باش توجدهم وباش يوصلوا لهاد المراحل ديال التربصات. كاين اللي كنسميوه لي سيليكسيون ولا الشامبيونا ناسيونال، عندنا البطل كيدوز من واحد المراحل تقريبا شي خمسه المراحل داخل الوطن باش يتكلاسا، واللي عنده الميور كلاسمون هو اللي كيفرض راسو او نيفو ديال ليكيب ناسيونال او نيفو ديال الانترناسيونال باش يكون داكشي واضح، واي واحد عنده المؤهلات كيفرض راسو، يعني ماشي الجامعه هي اللي كتختاره هو اللي كيفرض راسو. الكلمه ديال الجامعه كتكون في مساله الاخلاق، يعني عندنا رئيس الجامعه السي محمد مقتبيل كيقول سي تري كلير كاراتي ماشي غير رياضه، كاراتي رياضه والتربيه
اذا البطل اللي غادي يجيب ميداليه ذهبيه خاصو يكون بطل في الاخلاق ديالو وفي التربيه ديالو، لان كنكونوا من خلال الرياضه ديال الكاراتي كنكونوا يعني لي زوم اي لي فام دو دوما، ابناء الغد. فاذا باش نكونوهم ما يمكنش نكونوهم الا ما كانتش واحد البيئه صحيحه ومبنيه على التربيه وعلى الاخلاق. نعم، لان كنشوفوا منين البطل كيجيب شامبيون دو موند ولا شامبيون افريك تيعود مفشش يدير اللي بغا يفيق وقت ما بغا ياكل اللي بغا يتريني الوقيته اللي قال لي راسو. ملي كتهضر معاه تقول ولا لا صافي يسكتوا عليه، راه هذاك جابنا شامبيون دو موند ونقد الماء ديال الوجه ديال ديك الجامعه. ما عندكمش انتم؟ لا احنا ما عندناش هذا الشيء، لان الا كنا بطل قدروا نكونوا ابطال اخرين، الا ما كناش قادرين نكونوا ابطال اخرين اذا داك الشيء غير جا بالصدفه، والخدمه ديال الصدفه مرات صدق. ولكن عندنا بصراحه عندنا رئيس الجامعه اللي تيلمو اكزيجون ما يمكنش نخدموا غير هكا بعشوائيه وبالصدفه، الا ما كانش داك الشيء مقنن وعارفين اشنو كنديروا، واخا نتسناو عام 5 سنين 10 سنين ولكن خص الخدمه تكون خدمه متقونه وخدمه تكون احترافيه. وهذا الشيء اللي خصو يكون سي حسن فكاك. بخصوص التكوين، اكيد كنعرفوا رياضه الكاراتي عندها واحد القاعده كبيره ديال الممارسين، رياضه شعبيه، كتلقى دائما ما كتلقى شي اسره ضروري ما تتلقى شي واحد فيهم كيلعب الكاراتي، ولو ان كيكونوا بعض الانديه غير منضويه تحت لواء الجامعه وغير قانونيه، ولكن كتبقى رياضه شعبيه وعندها جمهور ديالها وعندها محبين ديالها بزاف. انا قلت لك الممارسين كاينين بين 200,000 و 250,000 ممارس، في الجامعه كاين 36,000 منخرط يعني اللي عنده لا ليسونس. وكنشجع ان جميع الاباء والاساتذه اللي عندهم وليدات كيجيو يشاركوا فياخذوا لهم لا ليسونس ديالهم، لان ملي كياخذوا لي لا ليسونس ديالو كتكون عنده واحد الحمايه واحد الضمان للصحه ديالو، الا وقع عليه شي عطاب ممكن يمشي الدواء، وهذيك لاسيرونس كتحميه وكترومبورسي ليه هذوك لي فري. هذه الاولى. ثانيا باش ما يحرمش هذاك الوليد من المشاركه في التظاهرات اللي كتنظمها الجامعه، لان باش يشارك الممارس في التظاهرات اللي كتنظم الجامعه خاصو يكون عنده هذيك لا ليسونس، فاذا ما خصهمش يحرموا هاد الوليدات. بعض المرات بعض الاساتذه مع الاسف ما كيوديوش هاد القضيه ديال الانخراط، فكان فريمون كان جو لي انفيت كنطلب منهم باش يقوموا بهذه المسؤوليه، لان بعض الانديه كما قلت لك تيلعبوا في النوار، ما مجهولي الهويه الولد الا الله يستر الا طرات له شي حاجه. فعلا كاينش اللي نفع، فعلا نقدر نعطيك بزاف ديال الامثله، بزاف ديال الوليدات كانوا شاركوا في بعض التظاهرات ديال الجامعه وقعت لهم ديزاكسيدون، لان سي لو سبور كيمشي لا كلينيك كيداوى. ميم واحد الوليد من فاس وقعت ليه مشكله في مراكش مشى لا كلينيك باش يداوى، ملي اتصلت بالاباء ديالو والوالده ديالو قالت لي وليدي ما كاين حتى مشكل متفقه، ولكن راه وليدي بعيد عليا بغيت نكون حداه. الجامعه تحملت المصاريف ديالها وجابتها من فاس، دوزت ليلتين مع ولدها في مراكش، وملي مشات هي والراجل ديالها داو معاهم وليدهم بالامان بكل شيء، وداك الشيء داز بخير وعلى خير. كل ما كانش عندنا هاد الضمان اللي كدير الجامعه ما يمكنش نقوموا بهاد العمليات، فاذا هاد لاسيرونس كتحمي الممارس، اذا خص اي نادي يدخلوا عنده الوليدات خصهم يحميهم بهاد لاسيرونس، لان ما كنعرفوا اشنو يوقع. وبالنسبه للتكوين ديال الاساتذه ملي غادي نبداو، وغادي بيان سور ناكدوا على هذه القضيه ونعطيو الاساتذه الامكانيات ديال التسيير ديال المقاوله ديالهم، لان نادي حاليا راه بحال المقاوله، وخص الانسان يكون عنده المؤهلات والامكانيات باش يسير المقاوله ديالو، باش يعرف بان واحد المقاوله عندها النظام ديالها، عندها اسس ديالها، عندها طريقه باش تسيرها وباش تنجحها. نعم طبيعة الحال. سي حسن نهضروا شوية على المشاكل، هضرنا على المشكل ديال الدراسة، هضرنا على مشكل الفلوس لأن ما كاينينش إمكانيات كبيرة مرصودين للجامعة الملكية المغربية للكاراتي، فشنو هما المشاكل اللي كتواجهوها خلال يعني كل موسم رياضي؟ ألوغ كاين بزاف ديال المشاكل، مي إلا بغيت ناخذ الجملة ديال رئيس الجامعة ديالنا سي محمد مقتابيل، ملي كنجيو كنقول ليه سعادة الرئيس عندي واحد المشكل، كيقول لك ستوب عطيني الحلول، عطيني الحلول، دوي لي على الحلول.
الا بقيتي كتفكر غير في المشكل كتبقى مكتف غير بالمشاكل. خاصنا ايه فعلا كاين مشكل، اذا خاصنا نلقاو ليه الحل ديالو. اذا مثلا من ضمن الحوايج اللي كنخدموا عليهم دابا في الجامعه كيف ما قلت، وهو التكوين ديال الاساتذه، ولات عندنا ان بريوريتي، هو التكوين ديال الابطال، هو لو ستاتي سوسيال ديال الابطال. يعني لان البطل راه ماشي غير بوحدو، راه عنده عائله ديالو، كيفاش العائله ديالو، كيفاش كيسكن. اذا خصنا لابدا في واحد الوقت ما نتحملوا نوعا ما هذه المسؤوليه. كاين التنظيم عندنا، خصنا نحسنوا التنظيم ديالنا ديال التظاهرات باش يكون بلو بروفيسيونيل، يكون بلو بريسي، يكون بوكو بلو كلير لي بارتيسيبون. كاين مشكل ديال القاعات، خصنا كنلقاو بعض المرات هذا المشكل ديال القاعات. مثلا القاعه ديال محمد الخامس اللي كاينه في الدار البيضاء، قاعه كبيره تبارك الله، قاعه اللي بيان بلاسي، قاعه اللي عندها مؤهلات باش تستقبل تظاهرات دوليه، ولكن مع الاسف قاعه كي موك دونتروتيان. اذا ما يمكنش بعض المرات دير فيها ان تورنوا انترناسيونال، لان ما كاينش يعني لونتروتيان ريغولي ديال القاعه ملي كتجي ليها. ما يمكنش تجيب لها دول اجنبيه اللي تفرض عليك واللي كتطلب منك واحد لو ستاندار انترناسيونال. اوروزمون القاعه ديال الرباط بفضل تظاهرات دوليه اللي دازت تحسنات ودارت لها لا رينوفاسيون ديالها. دونك كاين هذا المشكل ديالنا ديال لي ليسونس، الانديه اللي ما كيساهموش ولا ما كيشاركوش ولا ما كيخلصوش لا ليسونس لكلشي الممارسين ديال رياضه الكاراتيه والاساليب المشتركه. اذا خصنا حنا كجامعه نديروا وسائل باش نقنعوهم، باش نعطيوهم لي زافونتاج اللي يستافدوا منهم هاد لي ليسونسي، باش تكون العائله ديالنا كبيره وتكون قويه، باش حتى انا تكون حتى حنا في الجامعه تكون عندنا انفيزيبيليتي على لي براتيكون. ولا بعد المشاكل، يعني ديما هي المشاكل بصراحه كيفاش كنشوفوها في الجامعه ديالنا، كنشوفوها كامكانيه اللي كتجعلنا باش نجتهدوا باش نحسنوا المسؤوليه ديالنا. والمسؤوليه ديالنا وهي خصنا ننظموا رياضه الكاراتيه والاساليب المشتركه ديالها، خصنا نطوروها، وخصنا نديروا منها رياضه وتربيه. لان ناخذ مثال، هذه واحد السيمانه كان تدريب مع خبراء دوليين ومع المسؤول على الاحزمه، كانت فيه تقريبا شي 800 ولا 900 مشارك، جاوا من جميع انحاء المغرب ودرناه في الرباط. يعني كان حفل عائلي كبير بزاف، اي سا سي ميرفيو. اذا هاد اللي شاركوا، هاد المشاركين كاملين اللي جاوا من جميع انحاء المغرب، اذا كتكون عندنا مناسبه باش في نفس الوقت كيكون تبادل تقني، في نفس الوقت كنعطيوهم باش يحسنوا العمل ديالهم، ولكن في نفس الوقت كتكون تربيه للوليدات، تربيه اللي كتلخص في خمسه ديال الكلمات. اشنو هما خمسه الكلمات؟ اولا العمل، راه ما يمكنش توصل ولا تزيد القدام ولا المستوى ديالك يتحسن الا ما كانش العمل. لو ترافاي ولو ترافاي سانسير كما كنقولوا بالاخلاص. لان الا ما خدمتيش بالاخلاص كتكذب غير على راسك ولا كتخون غير راسك، تخون غير راسك. ملي غتوصل للامتحان ديال الاحزمه ما غاديش تدوس. اذا العمل باخلاص. ثانيا الاحترام مع بعضياتنا. ورياضه الكاراتي يعني كتسهل هذه القضيه ديال الاحترام، لان قبل ما كنخدموا مع كيف ما كنقولوا لو بارتنير ديالنا كنعطيوه التحيه، قبل ما كنخدموا مع الاستاذ كنعطيوه التحيه، قبل ما كندخلوا للقاعه اللي غادي نطريدوا فيها كنعطيوه التحيه كاحترام، الاحترام بيناتنا. دونك العمل باخلاص، الاحترام، ومن بعد الاحترام كاين لونجاجمون. لو كاراتي سي لونجاجمون، ما عرفتش كيفاش نقول لونجاجمون بالعربيه، مي ملي كنكون اونجاجي في شي حاجه اللي كندير وكنكون اونجاجي باخلاص كنتفوق فيها وكنزيد لقدام. نعم. اذا الا سمحتي باقي ليا دو شوز، كاتريام شوز، وهي الثقه بالنفس. لان ملي كتمارس رياضه الكاراتي بغيتي ولا كرهتي، الا كان عندك مثلا تعصب كثير، مثلا شي واحد اللي كيكون كما كنقولوا اغريسيف كتهمدو، الا كان شي واحد ناقص شويه في روح القتال ديالو كطلعها، اذا كيكون واحد توازن وكيعطي الثقه بالنفس. نعم. واخر حاجه وهي الا قلنا عائله وحده كنكونوا نبغيو بعضياتنا، سيتادير لامور فاميليا، الحب العائلي، والحب العائلي ملي كيكون الحب الوطني، وهذا مهم بزاف. شكرا لك سي حسن فكاك المدير التقني الوطني على كل هذا التوضيحات، والاكيد بان باقي عندنا مجموعه من اللقاءات للحديث عن هذه الرياضه.